كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على صيام أيام شهر الله المحرم، فكان يقول صلوات الله وسلامه عليه: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم. ويتأكد فيه الاستحباب والسنية في اليوم التاسع والعاشر من شهر الله المحرم، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة، ولاحظ هنا الارتباط بين هذا الصيام وبين هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فوجد اليهود يصومون هذا اليوم تقربا إلى الله عز وجل وشكرا لله سبحانه وتعالى لأنه نجى موسى من فرعون وقومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرسي مبدأ عظيما أن الأنبياء جميعا جاءوا من عند الله فمصدرهم واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق بموسى منكم. فصام النبي صلى الله عليه وسلم يوم العاشر من المحرم، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: لئن عشت إلى قابل، أي إلى السنة القادمة، لأصومن التاسع. فاستحب العلماء أن يصوم الإنسان يوما قبل اليوم العاشر من المحرم أو يوما بعده، وإذا صام ثلاثة أيام فهو أكمل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام هذا اليوم يكفر ذنوب السنة الماضية. الله سبحانه وتعالى يريد أن يتوب علينا.